فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا صفة الإسباغ في الوضوء. تعميم الإسباغ هو تعميم الماء على العضو أو على الجسم بحيث يجري عليه ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء، ولا يكون مسحا، بل لازم يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لم يجري عليه الماء. نعم.